السلام عليكم، مساكم الله بالخير. قبل ما نبدأ طبختنا لليوم بعلن عن أجهزة لابيل للشعر. تعرفون مع بداية الدوامات وقرب الشتاء كلنا نحتاج الأجهزة تجفيف وتصفيف للشعر. عندنا هنا حقيبة لابيل كيرلي، شوفوا شكلها جميل ومرتب، فيها 5 رؤوس بأشكال وتسريحات مختلفة، وطريقة تركيبها وتبديلها سهلة جدا ما تاخذ منك وقت. وكذلك عندنا القفاز الحامي للحرارة. الحقيبة هذه كان سعره ب514 وصارت الآن 192 ريال. الخصم جدا جدا قوي وينتهي بانتهاء الكمية. طريقة تركيب الرأس سهل جدا بهالطريقة، بعدين هنا عندكم فتح وهنا قفل، تسكر الحين، فروا على القفل يتسكر. الآن بنشغله، هذا زر التشغيل، ضغطة مطولة، خلاص الآن اشتغل. يتوفر عدة درجات حرارة مختلفة، من هنا الزائد نزود وهنا ننقص. والحين نبي نجرب الرؤوس الخمسة ونوريكم الفرق بينه. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، هذه النتيجة. شوفوا كأن الشعر مجعد ويعطي ثبات وحيوية وجمال. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، هذه النتيجة. شوفوا كأن الشعر مجعد. قمت الرأس هذا الصراحة جودة عالية. أرفقت لكم رابط الطلب، ارفعوا الشاشة على فوق، وإذا طلبتوا جهة زينة وأكثر يكون التوصيل مجاني.